نفتح باب المنصات الاجتماعية اللي من خلالها طرح وتناقل روادة مجموعة من القضايا اللي تحولت لمواضيع الساعة، وأكيد كان حول ردود فعل متبايني وإحنا رصدنا أبرزها. 100% عفاف، يعني السوشيال ميديا دائما ولادة بالموضوعات والعناوين، والبداية مع الدعوة اللي أثارت ردود أفعال رافضة ومستهجنية على منصات التواصل، اللي كانت عبارة عن دعوة باسم الشبيب العاملي والمتعلم في عيلبون تحت عنوان يوم للبنات. تفاصيل المنشور كان مصطفى هو بمثابة إعلان عن دورات لطفلات من الصف الأول حتى السادس، وتدعوهن للتسجيل لتعلم يعني مناكير مكياج وتحضير كعك. أنا شفت المنشور وشفناه هسه إحنا على الشاشة، وشفت كمان ردود الفعل تحته، وعن جد عم بسأل حالي ليش. يعني أوكي نغش البنت تكون تعرف تعمل هاي الشغلات، بس ليش دورات؟ يعني سؤال أي رسائل رح يخدوها بناتنا اللي من الصف أول لسادس؟ ليش يتعنون هذا اليوم كيوم للبنات؟ يعني هذا إشي كمان فعلا إحنا بنحاول نبعد كل الوقت عن التصنيف الجندري ونحط بناتنا وصبيانا في قوالب، ولكن هذه الدعوات ومثل هاي النوع من البرامج أعتقد أنها تسيء أكثر مما بتفيد. مش غلط أنه كلنا نعرف نعمل كعك، صح، مش تسجيل لدورات، دورات يوم للبنات بالزبط. أكيد إحنا في وقت اللي ممكن نعوض، بالذات بعد أزمة كورونا وأزمة التعليم خلال كورونا، أنه نعوض في دورات ممكن تكون مثرية أكثر. أوافق جدا. على أي حال، الخبر الثاني اللي أيضا أثار النقاش كان متعلق بمتنزهات البلاد. يعني بعد تخفيف القيود كل الناس طلعت، لكن على ما يبدو مش كل الناس اهتمت تنظف ورقها، وهذا الموضوع أثار استياء أكثر. وهيك الصورة اللي عم نشوفها مصطفى على الشاشة هي من أحد المتنزهات، ومثل ما عم نلاحظ الأوساخ والأكياس البلاستيكية متروكة مع باقي المعاملات في وسط الطبيعة. دائما بنقول هيك الوعي البيئي، وشددنا آخر كم من سنة كتير نحكي على هذا الموضوع مع نشطاء، مع الأسف في كتير ما بيهتموا بهذا. أنا أعتقد إنه بدهاش وعي بيئي، بدهاش نفلسف الأمور زيادة عن اللزوم. كنا في الطبيعة معنا كيس نايلون ممكن نلم القمامة اللي طلعت ورانا، فضلت أكلنا أو أمور استعملناها. ما بالضرورة نكون عن جد يعني بروفيسورز في التوعية البيئية بقدر ما نكون عندنا مسؤولية تجاه أنفسنا كبني أدمين، تجاه أنفسنا وتجاه الآخر. يمكن لأنه عفاف إحنا كل الوقت في بيوتنا دائما نضيف ودائما بنهتم إنه ما حدا بصالون بيته بترك كيس نايلون، بس هاي المشكلة بحد ذاتها. يعني إحنا بنتصرف بالحيز الخاص عكس كيف مرات عن جد نسمح لحالنا نتصرف بالحيز العام. على أمل إنه هالصورة يعني على الأقل خلينا نعود نتأمل كمان الشكل اللي إحنا عم نتركه، ناهيكم عن الأذية والضرر طبعا. لكن الشكل اللي إحنا بنتركه، كل التعب اللي بحاجته هو خمس دقائق بعد قعدة لو كانت لمدة ساعات ممكن تحل الموضوع وتترك ورانا بيئة آمنة وطبيعة نظيفة. كنوع من التهنئة أضاءت بلدية تل أفيف يافا مبناها بعبارة رمضان كريم باللغتين العبرية والعربية، وتحت شعار نحافظ على العائلة نبقى في البيت. وأفادت البلدية أنه هاي المبادرة تأتي في ظل أزمة كورونا مشجعة على البقاء في البيت. كتير كان في ردود فعل على هذا الموضوع، بالذات مبنى بلدية تل أفيف. أنا بدي أسأل، بلدية تل أفيف كتير بضوء، يعني زي كأنه فيش سبب يشتغلوا غير أنه يضوء المبنى. بكل أزمة بيكون ضايع. على كل حال، إذا كانت بتفيد وفعلا هالمبادرة يعني السكان العرب في يافا وأيضا في مركز البلاد نجحت في أنها توصل رسالة توعوية، مش غلط. لكن أعتقد أنه هذه التهنئة وصلت أيضا وأثارت جدل، والناس دائما تحكي على بلدية تل أفيف، ويمكن هذا العنوان وهي الإضاءة صارت عشان تثير المزيد. والصور اللي تم تنقلها بالذات لأنه الإضاءة صارت بمبنى بلدية تل أفيف. صحيح. لهن مشاهداتنا ومشاهدينا نوصل لختام هذا العدد من الباب على الباب. كنا معكم بقضايا مختلفة دائما تثبت أنه مهما تنوعت ومهما تنوعت قضايانا ومهما اختلفنا وتشعبنا، بتضل كل قصصنا باب على الباب، وبيبقى دايما الباب على الباب. إلى اللقاء في عدد آخر. إلى اللقاء.